أعزائي المشاهدين من منطقة كرة الجدريين، نواصل دراستنا في إنجيل يسوع الملك. في هذه الحلقة سوف أتحدث عن غفران المسيح. هذه المنطقة تدعى الجدريين أو الجرجسيين. في هذه المنطقة شرقي بحيرة طبرية جاء المسيح وشفى مجنون كرة الجدريين اللي كان ملبوس في الأرواح الشريرة النجسة آلاف منها. جاء المسيح وقدم غفران لهذا الإنسان وشفاء كامل جسدا وروحا أيضا. أعزائي سأواصل حديثي عن هذا الموضوع بعد قليل. وأن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقول كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فقال له يسوع: لا، أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. أعزائي المشاهدين من ضفاف بحيرة الجليل الجميلة، نواصل دراستنا في إنجيل يسوع الملك، وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن غفران المسيح. أنا بجانب بحيرة الجليل. جليل تعني دائرة، لأنه كان حوالي البحيرة مدن كثيرة وقرى كثيرة. يحلو للمؤمنين أن يسموا هذه البحيرة بحيرة يسوع. مشى على هذه البحيرة، هدأ العواصف، صنع معجزات صيد السمك الكثير، أشبع الآلاف حول البحيرة، علم تعاليم جميلة وجليلة جدا حول هذه البحيرة، وطبعا صنع معجزات خارقة حول هذه البحيرة. في هذه الحلقة سوف أتكلم عن غفران المسيح. في أحد الأيام جاء بطرس الرسول وقال للرب يسوع: يا سيد، كم مرة أغفر إلى أخي؟ إلى 7 مرات؟ فطبعا ظن بطرس أنه كريم ومتسامح، لأنه تطوع أيضا في الإجابة. بطرس طبعا كان يدرك ويعرف تعليم الربيين اليهود أن الغفران والمسامحة هو إلى 3 مرات، لكن المسيح استخدم سؤال بطرس حتى يعلم الأجيال درسا خالدا لا ينتسى. نتعلم هذه الدرس أو هذه الدروس حتى هذه اللحظة. بسؤال بطرس وجوابه للمسيح اعتقد أن المسيح أو توقع أن المسيح سيقدم له الثناء والمديح على هذا القدر من التسامح ومن الغفران أيضا، لكن جواب المسيح هز سامعي في ذلك الوقت. أجاب المسيح وقال: لا 7 مرات، بل 77 مرة. بما يقصد المسيح أنه اغفر بلا حدود وبلا عدد أيضا، 77 مرة. فكم مرة تستطيع أن تغفر في اليوم؟ ما مقصود بلا حدود بلا عدد؟ اغفر ثم اغفر واستمر في الغفران، أو بالأحرى استمر في حياة الغفران. ثم حتى يوضح الفكرة الرب يسوع المسيح تحدث عن مثل جميل جدا. قال: ملك أراد أن يحاسب عبيده. وطبعا عندما ابتدأ في موضوع المحاسبة جاء عبد لربما يعتبر الرئيس، رئيس العبيد، وكان مديون بمبالغ هائلة وطائلة جدا لا يستطيع أن يوفي بها. يقول الكتاب أنه كان مديون 10,000 وزنة. حتى ندرك هذا الكم الهائل من العدد، 10,000 وزنة كان يوازي دخل
ثلاث مقاطعات كبيرة جدا وبالواقع ضعف أو ضعفين، فمبلغ هائل جدا. فعندما طلب الدين من هذا العبد، طبعا هذا العبد ابتدأ يقول لسيده ارحمني، أنا مش يعني غير قادر عاجز إنه أرد هذا الدين، لما بيصير معي. مكتوب تحنن سيد ذلك العبد وترك له كل الدين، يعني ترك له دين لا يستطيع في كل حياته، لو عاش ثلاث مرات مش ممكن يسد هذا الدين. لكن للأسف الشديد لما خرج إلى الخارج رأى أحد رفقائه العبيد ووقع أو مسكه من عنقه وقال له وطلب منه أن يرد العشر دنانير، فكان جواب ذلك العبد انتظر علي، أصبر حتى يتحسن الوضع، عاجز غير قادر أن أسد الديون. لكن شدد هذا العبد أن يأخذ العبد الآخر رفيقه ويحطه بالسجن حتى يتعذب، وكان الدين فقط 10 دنانير. حتى تأخذ الفكرة عن كمية الدين اللي تركه الرئيس لهذا العبد عن 10 دنانير، يعني 1/500,000، يعني كان غفران عظيم جدا للعبد الأولاني. لكن لما رأوا بقية الرفقاء ذهبوا إلى ذلك السيد وقالوا هكذا فعل العبد مع رفيقه الآخر، فطبعا غضب سيد ذلك العبد وطلب أن يوضع في السجن وأن لا يخرج من ذلك السجن حتى يوفي الفلس الأخير. ثم قال يسوع من بعد ما أنهى هذا المثل هكذا أو هكذا يفعل أبي السماوي أو أبي الذي في السماء إن لم تتركوا، كلمة لم تتركوا أي تغفروا كل واحد لأخيه زلاته. فإذا هذا الدرس عظيم جدا، حقائق خالدة ومجيدة جدا. نتعلم أنه غفران الله هو غفران غير محدود، غفران كامل وغفران نهائي، يعني مش راح يرجع مرة تانية يذكرنا في الماضي. إنه غفران عظيم جدا. أعزائي المشاهدين، أريد أن أواصل عن هذا الموضوع بعد قليل، فأطلب منك إنك تستمر تشاهد هذه الحلقة حتى تختبر وتكتشف عن هذا الموضوع، عن غفران المسيح العظيم. سأعود بعد قليل. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أعزائي المشاهدين، من جبل أربيل الذي يطل على بحيرة طبرية نواصل دراستنا في هذه الحلقة عن غفران المسيح. هذا الجبل يدعى جبل أربيل،
حدثت عدة معارك في التاريخ في هذه المنطقة. فوق هذه المنطقة حدثت معركة تاريخية حاسمة انتصر بها صلاح الدين الأيوبي على جيوش الصليبيين في هذه المنطقة. في هذه المنطقة أحبائي تستطيع أن ترى عدة أماكن. هذا الوادي العظيم اسمه وادي الحمام. من هذا الوادي عندما تأتي الرياح وتصطدم بالبحيرة تسبب العواصف الهائجة وطبعا الأمواج الثائرة في البحيرة. أحبائي أواصل حديثي من هذا المكان عن غفران المسيح. ينبغي أن نفهم أو ندرس عدة حقائق في غاية الأهمية في هذا الموضوع. الحقيقة الأولى، ينبغي أن نغفر لننال الغفران. وطبعا المسيح تحدث عن هذا الموضوع كشرط أساسي في كل الحديث، في كل القصة التي سردها. عندما علم المسيح عن الصلاة الربانية نقول أبانا الذي في السماوات، اختتام أو يختتم هذه الصلاة بكل وضوح، إن لم نغفر زلاتهم لا يغفر لنا أبونا السماوي زلاتنا. فوضعها كشرط، إذا ما غفرنا مش رايح يتغفر لإلنا خطايانا. وينبغي أن ندرك هذه الحقيقة في غاية الأهمية، ينبغي أن نغفر حتى نحصل بدورنا على غفران الله. شيء تاني، الغفران هو شرط أساسي لاستجابة الصلوات. لا يمكن أنك أنت ترفع صلوات لله وتدعو الله أبوك وتصلي كل أنواع الصلوات وبالواقع في خطية في حياتك. يقول الكتاب المقدس إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. فالله هو إله قدوس عيناه أطهر من أن تنظر الشر أو الخطية. فلو في خطية في حياتنا ومنحاول نصلي لا يمكن إنه الله يستجيب. لكن الغفران، عندما بيكون في غفران وشفاء داخلي نصلي عندها يسمع الله صلواتنا ويستجيب لطلباتنا. شيء ثالث، الغفران أحبائي يسمح لبركات الله أن تحل علينا. كم من الناس التي تحجز بركات الله بسبب الخطية الكامنة في حياتنا، تسبب اللعنة، تسبب الفوضى والتشويش في حياتنا، ولا نسمح لينبوع أو نهر الله أن يتدفق في حياتنا لأنه في عوائق وفي معطلات من غير ما ندرك هذا الأمور. فالله بيتعامل مع القداسة. يقول الكتاب مشيئة الله قداستكم، كونوا قديسين كما أنا قدوس. فالله بيطلب منا الطهارة الكاملة والقداسة أحبائي. فحتى تحل علينا البركات لازم يكون في غفران داخلي. حتى هذا الكلام للأزواج، الرسول بطرس بيتحدث عندما يعطي التشجيعات والتعليم العملية للأزواج وعلاقات الأزواج، يتحدث عن مشكلة كبيرة. يقول الكتاب لألا تعاق صلواتكم. يعني في كتير أزواج وعائلات بيصلوا إلى الله والصلوات تعاق بسبب عدم الغفران في البيت بين الزوج والزوجة، علاقات طبعا غير شرعية، مشاكل عائلية، خلافات وخطايا كثيرة في الداخل. وعندما نصلي ونطلب من الله نستغرب أن السماء من نحاس والأرض من حديد. فإذا ينبغي أن يكون في غفران حتى نسمح لينبوع الله بركات الله أن تحل علينا. شيء آخر أحبائي، الغفران وأقصد الغفران الإلهي يمنح الشفاء الإلهي. وهذا خطوة أو شرط أساسي وضروري في الحياة. يقول الرسول يعقوب صلوا بعضكم لأجل بعض، اغفروا بعضكم لبعض، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. فطبعا إذا أنا بدي أشوف شفاء بحياتي، الشفاء الإلهي لازم يكون في غفران. أحبائي كثير من المشاكل، كثير من المشاكل أو الأمراض الجسدية والأمراض النفسية والأمراض الروحية سببها عدم الغفران. الخطية التي تكمن في داخلنا ما طلبناش الرحمة أو الغفران، فالنتيجة بتسبب الآلام الجسدية والنفسية والروحية، لأن الروحية بتحجز أو بتفصلنا عن الله، لأن الله لا يستطيع
أن ينظر إلى الخطية. من أجل هذا أحبائي نحتاج أن نصلي حتى نحصل على الشفاء الإلهي. وهذا يتم أحبائي بالاعتراف، نعترف ونقر بخطايانا، أن نتوب إلى الله ونرجع عن خطايانا. التوبة تعني تغيير الفكر، مما يؤدي تغيير مجرى الحياة، ننتقل من الظلمة إلى النور العجيب. والتوبة تعني الهروب من الغضب الآتي. فعندما نتوب أحبائي يبتدي الله بالعمل. لكن كل الموضوع ولب الموضوع أحبائي، الغفران مبني على أساس قوي جداً، على أساس كفارة المسيح، فداء المسيح. لا يمكن يكون غفران بدون الصليب. بتعرفوا هذا هو الحل والعلاج الإلهي لخطية الإنسان، هو صليب يسوع المسيح. الله المحب لا يستطيع أن ينظر إلى الخطية. الله العادل يريد أن يدين الخطية، لأنه مكتوب أجرة الخطية هي موت. لكن محبة الله ورحمة الله دبرت خطة للفداء، ذلك بواسطة تجسد المسيح، كلمة الله التي جاء إلى أرضنا أحبائي، عاش حياة خالية من الخطية، استطاع أن يقدم فداء وكفارة، واستطاع أن يرضي الله ويعمل تغطية اللي هي كفارة وترضية لله. يقول الكتاب المقدس: وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. المسيح البار أخذ خطايانا في جسده وأعطانا بره. عندما ينظر الله إلينا ينظر إلينا من خلال بر المسيح. من أجل هذا قال المرنم في القديم: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. من مثل الرب إلهنا، غافر الإثم وصافح عن الذنب. قال الرب: كغيم محوت ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. أنا هو الماحي ذنوبك من أجل نفسي. أحبائي أخيرا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا مسامحين بعضكم بعضا في المسيح يسوع. ثم إذا كان في خطية، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أحبائي سأعود بعد قليل. عزيزي، هل تمتعت بغفران الخطايا؟ هل تمتعت بالشفاء الإلهي؟ إذا ما تمتعت حتى هذه اللحظة، أنا أدعوك لكي تتقابل مع المسيح. حتى أسمع منك، إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن الزواج والطلاق. سعدنا جداً لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضاً الاتصال بنا تلفونياً من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.